والله ربنا سبحانه وتعالى قد ذكر الشفاء في القرآن. يحكي لي واحد من الشباب كان متعلق بفتاة، نسأل الله العافية والسلام، حب مزيف بابي في الله. يقول هذا الشاب وأنا أتكلم معها من العصر، أذن المغرب، قال لها الشاب في خير، يعني فيه بذرة خير، كان يصلي ومحافظ على الصلاة، قال لها أصلي وأكلم. قالت أنا أبغاك في موضوع ضروري. والله يا أحبابي الله، قامت الصلاة وانتهت الصلاة وأذن أذان العشاء. والله حكيني هذا الشاب يقول والله ما صليت إلا الساعة 11. يعني الآن نحن عرفنا إنه الحب ليس مرض عضوي إنما هو مرض قلبي. والله يا أحبابي هناك شفاء عجيب، أن تستبدل بهذا الحب الزائل المزيف بحب كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن شفاء من الأمراض الحسية والمعنوية. والله ربنا سبحانه وتعالى قد ذكر الشفاء في القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بل أخبر الله سبحانه وتعالى صراحة أن هذا القرآن شفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور أحبابي.